أحمد يحيى رجل يشارف عمره على 60، أكمل دراسته الجامعية بالقانون الجنائي من إحدى جامعات جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. تحقق حلمه وصار موظفاً في مصلحة الأراضي والمساحة والسجل العقاري التابعة أنذاك لرئاسة الوزراء. وعندما تم اجتياح الجنوب خرج من الوطن كغيره من المستهدفين، ثم عاد بعد العفو العام، لكنه تفاجأ بأنه أصبح بلا وظيفة. سافرنا للدراسة والحمد لله خلصنا في عام 93 بشهادة ماجستير في القانون. وصلت في 93 توظفت في مصلحة الأراضي والمساحة، وقعدت فترة توظيفي لغاية 77، تم الاجتياح في 94، خرجت مع الذين خرجوا يعني خارج الوطن هاربين، رجعت إلى روسيا مرة أخرى، واصلت عملي هناك يعني بعد الدراسة، وسمعت أنه صدر عفو عام هناك ورجعت في 98. للأسف الشديد ما فيش أي وظيفة، صدرت الوظيفة كما يقولوا. لماذا؟ لأننا من أبناء الجنوب. لم يعش أحمد يحيى كغيره من خريجي أبناء جيله، فقد دفعته ظروف البلاد لدخول سوق العمل بائعا ليؤمن قوت ومصاريف عائلته بعد أن فقد الأمل بالعيش في حياة كريمة. طبعا هذه المعجنات أنا أعملها بنفسي بصنع يدي، وهذه في امرأة تأتي بها إلى هنا أبيعها مقابل يعني 20 ريال في الحبة يعني، وهكذا عايش يعني. هذا اختصار ما هو موجود في حياتي، لا ما ليش أي مردود يعني بصراحة. يعني لو تحصلت على 2000 ريال بالكثير 3000 ريال هذه نعمة يعني، والحمد لله رب العالمين أحسن ما يعني الواحد يمدده في الوضع الراهن هذا يعني. لم يستسلم يحيى ولم يتسرب اليأس إلى قلبه، ولم يمنعه تحصيله الأكاديمي وكبرياؤه من العمل في السوق كبائع للمعجنات، رغم أنه طرق كل الأبواب للحصول على وظيفة أو إعادته في أضعف الإيمان إلى وظيفته السابقة من أجل توفير لقمة العيش له ولأطفاله. ما شاهدتموه ما هو إلا فصلا من فصول المعاناة التي يعيشها مئات من أصحاب الشهادات العليا في بلادنا، فشهادتهم لم تشفع لهم حتى في الحصول على وظيفة براتب يسد رمق المعيشة. فاتن سكندر لقناة الغد المشرق، عدن.